انا سمعت، تعال معي شكلكم طفشانين، سيبوا الكتب تعال تعال. هسوي حركات ابغاكم تقلدوني. هيا بابا هيا سلام يا مشيق حنا اخوانك مجلس سعودية ودايم نعطيه فيديوهاتك لايك. لا تو خلص من المدرسة عشان اليوم وطني اعطوهم اعلام. انس مبسوط عنده علم كبير. كيف جالسين مع بعض الله يحفظهم. تحبي اخوكي ايمان؟ يوسف تحب ايمان؟ ايه. عندنا صندوق مفاجآت من شركة ذا بوكس، يلا نفتح مع بعض. اوه شوف ايش فيه. اوكي في ما ادري نوتيلا. انتوا كلكم ممكن تاخذوا حبة اوكي؟ يلا تبغى نتكلم؟ خليني اشوف ايش فيه. اتذكر هذا العطر من ايام زمان، كان عندي منه هذا عطر بشكل سيجار. ما عندي هذا الربطه، اتوقع راح استخدمها يوم من الايام. معلومات شركه ذا بوكس اسفل الفيديو اللي بشترك معاهم. على طول احسن شيء عجبهم في البوكس الفقاعات هذه. يوسف يحب اللبن. يوسف سي لبن. نوت بلا سي لبن. بابي نوت بابي سي لبن. لبن لبن سي لبن. لبن سي لبن. لبن عندي 5 جنيه استرليني جديدة. هذه الورقة مصنوعة من بلاستيك، ما عندك تقطعها بيدك، وكمان ما تتقرمش وعادي إذا تغسلت في الغسالة. أنس حاول تقطعها بيدك. يلا حاول، يلا حاول. إيش بك؟ يا حاول مرة. قاعد يحاول ترى بكل قوة ما يقدر. مع الوقت كل أوراق الفلوس البريطاني حتتحول للبلاستيك زي هذه. أوه باتين فنجا. أوه نو كيس فنجا كيس ما أو 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 كيس كيس. واحد اثنين أجل. ما شاء الله عليك يا ام انس، من زمان على الكسكس المغربي. للاسف للتو حكيت السياره من تحت، لا حول ولا قوه الا بالله. السياره انحكت بسبب هذول كانوا شغالين، اضطريت اضرب الرصيف. للاسف الشديد غلطه بسيطه وسببت هذه. هنشتري هذا الديناصورات ليوسف لانه حيكون سنتين بعد كم اسبوع. يوسف ياخذ اللعب يحطها عند الرجال عشان يعرف انه احنا لازم ندفع. شوفوا يوسف على سناب شات مع الفلتر. يبغى برتقال اورنج. يقول بليز اورنج. فينيش. لا الا خلص خلص. فينيش فينيش. لا تقول لي بليز. فينيش. لا فينيش. واتس رونج ماي بيبي واتس رونج واتس رونج بليز وات بليز وات. خلص فينيش فينيش. اشتريت كثير اشياء من اجازتي في بريطانيا، وكثير الاشياء اللي اشتريتها على اليوتيوب. كيوتيوبر دائما افكر في الفيديوهات كيف اقدر اخليها افضل، ايش الاشياء اللي اقدر اشتريها حتى تساعدني في جعل هذه الفيديوهات اكثر استمتاعا.
احاول اخطط مقدما لهذه الفيديوهات، فاشتري كثير اشياء حتى تكون عندي اشياء اقدر استخدمها للفيديو اللي راح ينزل بعد 3 شهور تقريبا. ما افكر بس في فيديو هذا الاسبوع، الاسبوع الجاي لازم افكر مقدما. ما راح اوريكم كل الاشياء اللي اشتريتها من بريطانيا في هذا الفيديو، حتشوفوها بشكل مستمر في الفلوجات، لكن بوريكم يمكن 4 اشياء اليوم. واحده من الاشياء اللي اشتريتها اللي بتفيدني كثير هذه اللمبه. هذه اللمبه فيها زي المشبك، فممكن تشبك على اي شيء او حتى على الايفون زي كذا. انا عاده اشبك على الشاشه في الكاميرا الاحترافيه حقتي، ارفع الشاشه زي كذا واشبك على الشاشه. اشتريتها من امازون ب 30 جنيه، يعني تقريبا 150 ريال. اذا بحثتوا في امازون على سبوت لايت كليب تحصلوها في النتائج تحت. ميزتها انه فيها 3 قوة للاضاءات، وكمان يمديك تشحنها باليو اس بي، شيء حلو ما يحتاج بطاريات. الشيء الثاني اللي اشتريته بوريكم هو اليوم هذا المنتج. اول مره اشوف هذا المنتج، هذه كوره تحوم على البلاط، فجدا مناسبه للبيوت اللي فيها بلاط كثير مو بساط، وحول الكوره في اسفنجه حتى ما تتكسر الاشياء لما يلعبوا بها الاطفال. كثير شركات تصنع هذه الكوره، الصراحه الكوره اللي احنا اشتريناها ما هي قد كذا، في احسن منها لانها تطلع صوت جدا عالي. زي ما شفتوا اكيد راح اشتري كثير اشياء للاطفال حتى يلعبوا بيها مو بس لليوتيوب. المنتج الثالث اللي بوريكم هو اليوم حتضحكوا يمكن، مروحة بس فيها بخاخ مويه عشان الجو الحار في السعودية. ف يلا، هذه اشتريتها من تايجر. مويه. طيب هذا اكيد اشتريته لليوتيوب، شيء غريب، دجاجة تمسكوها زي النبيلة كذا تنطلق، شايفين؟ شيء جدا ظريف. شوفوا تحط راس الدجاجة على اصبعك كذا وتسحبوا الجسم. اوه والله تلصق. ايمان قاعد تسوي الواجب؟ What's that? Nothing. You're gonna trick me. No, I wasn't. You're trying to scare me. No, I wasn't. Yeah, you are. Oh, that's what you're gonna do. إيمان طالع فوق تلعب بالعرايس، ويوسف طالع معها هو بيشيل عرايسه. ايش بتلعب بالعرايس؟ تول؟ طلع كل بالونات انس من الكيس. ياي فينيش؟ يوسف خليهم يناموا، عندهم مدرسة بكرة. أنس انحرج لما شغلت الكاميرا. أي باي استفاد الكاميرا أنس. يوسف كيس ماي هول فيس. ثانك يو. امسك يده، هولد هيز هاند. هولد هيز هاند. هولد هيز هاند خايف. يوسف، what sound does an elephant make? ايوه هذا صوت الفيل. هذا فيديو. يوسف اشترى ديناصور صغير، مره مبسوط. بتو اشتريت ايس كريم من باسكن رابينز. يوسف يحب ايس كريم حق ايمان اكثر شيء. ايمان زعلانه تبغى يحب ايس كريمنا كمان عشان ما ياكل بس من حقها. هاف ماي ايس كريم. تبغى حق ايمان؟ This is my ice cream. I'm just having a bit of bubbles. This is bubbles. حاولي تخدعي. لا لا. اعطيه اعطيه يلا. بابا بابا. اعطي يوسف. بليز. يقول لك يقول لك بليز. لا اعطي يوسف كمان يلا. Don't be silly. Say thank you ايمان. Thank you ايمان. More. Thank you ايمان. More. يلا اعطيه كمان يلا. كنت بروح على اللابتوب عشان اشتغل شويه، لكن لقيتهم كلهم على اللابتوب حقي. يا حليلهم. بين هولي. لا حق اللابتوب هذا المفروض ما تتفرج على بين هولي. المفروض يكبر شيء. I put those in there. It'll grow with dinosaurs soon. المفروض يكبر. No, Yusuf, no. No, you're naughty. Naughty. Put it back in water. بعضهم فقصوا، هذا شكله زي ديناصور، هذا ما نعرف. إيمان راح أقول لك شيء بالصيني، حزري إيش يعني، أوكي؟ وو أي ني، إيش يعني؟ I love you. كيف عرفتي؟ والله صح. What?
صح كيف يعني الحين؟ ايوه والله حزرته والله شاطرة قست رايت يا مين. وهذه نتائج التصويت الأخير، 81% ما قد احتقر شخص بسبب مظهره. من الخطورة أننا نحكم على الأشخاص بسبب مظاهرهم. ممكن يجيك واحد مثلا مظهره جميل وشكله متدين، لكن إذا تعرفت عليه تكتشف أنه عكس تماما. وقدامكم الفلوج الأخير والمقلب الأخير، وأنهي هذا الفلوج بحكمة: الأصدقاء الرائعون يجعلون الأوقات الجميلة أجمل والأوقات الصعبة أسهل. طبعا إذا كان عندك صديق يجعل الأوقات الجميلة أسوأ والأوقات الصعبة أصعب، الله يعينك عليه. تشوفونا في فلوق جاي إن شاء الله. مع السلامة.